السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي عنصرين عاملين كلاش مع بعض، أو عنصرين خابطين مع بعض، أو في تقاطع بينهم، فعايز أحدد العنصرين دول. طيب خلينا مثلا نرسم أي عنصرين، وليكن مثلا اتنين وول، الول الأولاني أهي والول الأولاني أهي. طيب في الأول أنا محتاج إن أنا أعمل لهم سيلكت إليمنت، سيلكت element موديل element اهوت، ده اول واحد، والعنصر التاني اهوت، وعايز ابدأ احولهم لجيومتري. اهوت خلينا نكتب element جيومتري اهوت. طبعا العلامة دي ان هو لسه محددتش انا عنصر، فاقول له حدد لي العنصر دوت، وهنا حدد لي العنصر دوت، فبدأ يعمل سيلكت للعنصرين. ولو انت دوست هنا وعملت حركت هيبدأ يظهر العنصر معاك. طيب بعد كده عايز اقول له انترسكشن، عايز اعرف النقطة اللي فيها التقاطع. انترسكشن اهيت، هدي له العنصر دوت وادي له العنصر دوت، هو يبدأ يعمل سيلكت بين الاثنين. ولو انت كتبت هنا واتش هيبدأ يكتب لك كل اللاينز اللي موجودة، طبعا على اساس هنا وولز، فبدأ يجيب كل خط خط ده وخط ده. طيب خلينا نيجي هنا في انوتيت، وهقول له انا عايز ارسم ديتيل لاين اهو، ديتيل لاين اولاني، الديتيل لاين التاني، وهقول له الاولين اهوت اللي هو ده، والتاني اللي هو ده. هتلاقي ان هو جاب لي نقطة واحدة وعلملك عليها هيت، تمام. هنا جاب لك كذا نقطة لان هو في الول كان كذا خط. طيب دلوقتي هقول له انا عايز احط نقط بوينت ات بارامتر، تمام. طيب انا عندي اثنين، ده كيرف وده سيرفس. طيب انا عايز الكيرف اهوت، هبدأ اديله الكيرف بتاعي وليكن مثلا الخط دوت اهو. طيب هو حط لي نقطة، انا عايز ابدأ اخليه يحط كذا نقطة، حط لي النقطة اهي، فابدأ اكتب كود بسيط جدا، تمام. طيب الكود ده هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن هقول له من الزيرو ونقطتين واحد، يعني من الزيرو للواحد. وبعد كده هقول له بمقدار قد ايه بقى يبدأ يتحرك، بمقدار 0.1، يعني هقسم الحتة دي لعشر قطع، تمام. هبدأ احط نقطة هنا، نقطتين، واقول له ابدأ اقطع لي الكيرف اللي بالشكل دوت. وبعد كده هاجي هنا واقول له الليسنج، هو عاملها اوتو، فانت ممكن تخليها شورت ليست او لونجست بالشكل دوت، فيبدا يقسمهم لك زي ما انت شايف. قسمنا القطعه بتاعتنا ل 10 قطع زي ما انت شايف، قلت له من الزيرو لواحد، يعني من اول نقطه للاخر، ابدا قسمهم لي عشر، فقسمهم لي على 10 حتت. لو انت عملت كده وبصيت على الليست هيطلع لك بالشكل دوت.